هشوفكم هلا تمرين سكوات، راح نحط يعني بشكل اخر او بطريقه اخرى، راح نحط وزن خفيف على الارض لحتى نركز عليه بالطريقه التاليه. كعب القدم يكون راكز على هذا الوزن، يعني الرجل بتكون عمليه انحناء للامام. تمام، راح نجيب الوزن وحاله القدم زي ما انتم شايفينها، وراح ننزل ونطلع الظهر مستقيم، ما في اي انحناءات. لما بننزل بندفش المؤخره للخلف. راح نلعب هلا تمرين سكوات. تمام، راح نوسع منطقه القدم لحتى نستهدف الجزء الداخلي، وراح نمسك الدامبلز بالطريقه التاليه، وراح نطلع وننزل بالطريقه اللي عم تشوفوها. تمرين اللانجز يا جماعة تمرين مهم جدا، بس نلعبه بطريقة صح، لأنه كثير ناس تلعبه للأسف بشوفها في الجيم تلعبه بطريقة غلط. تمام، أنا أول شيء تمرين بكون بالطريقة التالية، لما بنزل تمام بشوف في قلة توازن، تخلخل من الأشخاص اللي بكونوا ماسكين الوزن، أو بكون الظهر منحني مش متوازن، حركة الرجل مش ثابتة، بيرتكزوا على الارض لما بينزلوا. فهلا راح نشرح بالمجمل كيف يلعب بطريقه صح. اول شيء يا جماعه في هاي نوع من التمارين بدنا نكون عمليه فوكس وتركيز كامل كامل اثناء ما احنا بننزل ونطلع، عشان موضوع التوازن. تمام، ما بزبط انه انا اكون عم بلعب وذهني سارح بشيء ثاني. تمام، اخذ نفس تمام، وما انزل بطريقه مستقيمه، انزل بطريقه لبرا شوي. تمام، بهالتمرين من دون ما ركبتي تلمس الأرض. والظهر ماله؟ الظهر مستقيم بالطريقة التالية. راح أشرح لكم هلأ تمرين المشين الخاص بالأماميات لعضلة الفخذ. تمام، اللي موجود في كل جيم، ولكن نشرح هلا كيف راح نلعبه بطريقة صحيحة. تمام، أول شيء بدي أضبط الكرسي، إنه الرجل تكون جاي مع آلة الكرسي، ما تكون طالعة لبرا أو داخلة لجوا كتير. تمام، القدم شايفين كيف وضعها؟ مش هيك، راح تكون بالطريقة التالية، بحيث لما بطلع راح تكون مواجهة لإلي. تمام، وأنزل. نجاحك في هالتمرين بيعتمد على الهدوء اللي بتلعب فيه. تمام، اني العب بالطريقه هاي ما راح استفيد بالمره. تمام، احنا عم نطلع نثبت لثانيه وننزل على مهلنا، نطلع نثبت لثانيه وننزل بكل هدوء، والرجل ثابته ما تغير شكل وضعيتها. بهالتمرين بيلعب باكثر من شكل. تمام، وبيستهدف اكثر من زاويه حسب وضعيه القدم. تمام، يعني عندنا راح احدد لكم الاشكال كلها بهالفيديو. عندنا مثلا الشكل الاول المتعارف عليه، طبعا راح نلعب بدون وزن فقط لشرح الفيديو. تمام، القدم واسعه شوي تقريبا بمحاذاه الكتف، وراح ننزل ونطلع. اهم شيء لما نطلع طبعا ما نطلع للاخر ونفرد رجلنا، لا، بدها تكون في ثانيه بالركبه لحتى نتجنب لا سمح الله اي اصابة. بنلعب بالطريقة التالية، هذا هو الشكل الاول. نحكي هلا على المشين الخلفية الهامسترينج. تمام، كيف نلعبه؟ هو موجود وهو يعني من افضل التمارين اللي بتخص العضلة الخلفية للقدم. تمام، بكل بساطة رح نرجع للاخر ونهتم بالهدوء لما بنلعب لحتى ناخذ أقصى استفادة من التمرين. بدنا نلعب هلا واحد من أهم التمارين للجلوتس. زي ما حكينا يا جماعة الجلوتس مش بس يعني المؤخرة مش بس كمظهر جمالي للسيدات، كمان هي مهمة جدا للرجال وللسيدات كعامل حركي مهم جدا، لأنه حكيت قبل هيك بفيديوهات سابقة إنه منطقة المؤخرة مسؤولة مباشرة عن حركتنا، عن دوراننا، عن المرونة كاملة في الجزء السفلي من الجسم. فما نهمل هاي العضلة نهائيا ونظن والله احنا كشباب انه ما بس نلعب مثلا جلوتس فقط هي للسيدات، لا، هو بشكل عام. تمام،
والجينات بتختلف طبعا، شكل الحوض وجينات الحوض للمرأة بتختلف عن الرجل، فما ما ما الرجل يخاف والله إذا لعب جلوتس، يعني راح يصير عنده شيء أشبه بالجلوتس المرأة. وكذلك الحال للمرأة اللي هي السيدات اللي بروحوا على الجيم بيخافوا يلعبوا بأوزان عشان ما يصير عندهم عضلات زي الشباب، وهذا طبعا ما ممكن يصير لأنه جينات الرجل غير جينات المرأة. فهون في اختلافات، فأنتوا لازم تلعبوا أي تمرين في أي عضلة في الجسم، وما تخافوا جينات المرأة غير جينات الرجل في أي شيء. طبعا ممكن تلعبوه بالبار المعتاد العادي الجاهز أو البار الحر، أنتوا تحطوا وزن زي ما أنتوا بتحبوا. تمام، طبعا هو تمرين متقدم، المبتدئين ما يعني ما يلعبوه غير لما أنا أعطيهم إياه. تمام، راح نطلع ونعصر منطقة المؤخرة وننزل. شكل آخر وشكل لا تهملوه في تمرين البطات، هذا إجباري يكون معكم في أي تمرين تلعبوه. تمام، راح نلعبه على جهاز السميث، في جيمات بكون فيها جهاز أصلا خاص للبطات. تمام، راح نطلع بشكل كامل ثبات وننزل للآخر بالطريقة التالية، أهم شيء التركيز وما نلعب بسرعة، حركة سلبية وهدوء أثناء التمرين.